هيتس ميوزك. هيتس ميوزك. هيتس ميوزك. دورة بين الموسيقى والسينما وآخر الأخبار الفنية. هيتس ميوزك كل سهرة سبت على الحياة فان. زهرة الحياة. رجعنا لكم في الإذاعة الأولى في تونس، ليه مش في تونس كهو، في العالم زيدا، المختصة في الصحة، إذاعة الحياة فامي اللي بتمناسكم زيدا كالعادة في العشية على 90.3. كنا نسمع في غنية بارادايز، غنية اللي عندها أكثر من مليار مشاهدة على اليوتيوب، واللي خدموها كريس مارتن، جوني باكلند، جاي بيريمان، وويل تشامبيون، ولكن ما كنا عرفناهم باسم كولد بلاي. كولد بلاي الفرقة البريطانية اللي بدأوا مع بعضهم في 1996 باسم بيكتورز، وين كانوا يعملوا دي كونسير في الكامبوس يونيفرسيتير، وزادا وين خرجوا اول ميني البوم تاعهم. كانوا اول ثلاثة غنيات يخرجوهم، خرجوا اكثر من 500 نسخة، يلي التوى اغلى من اغلى الالبومات اللي تنجم تشريهم في الساحة الفنية، باكثر من 3000 يورو للنسخة الواحدة. وين تبدل الاسم بعد باسم ستارفيش اللي عملوا بوز بعد في 1998، وبعد رجعونا في 2000، ومن بعدها توليت امجد جولد بلاي، وين عملوا اكثر من 900 البوم، واللي بيهم حقوا 6 جراميز. الجرامي اللي هي بالحق من اكثر المسابقات المرموقة في عالم الموسيقى، يلي يستحق جرامي، راهم بالحق خلط انه يكون من احسن 10 فنانين في العام ذاك. كولد بلاي سمعناهم برشا، عملوا حاولوا ياخذوا توش تراديشنال الهندية في هيمن فور ذا ويكند، زيدا حاولوا ياخذوا توش العربية في غنية ارابيسك. كولد بلاي جروب متميز، جروب خدم انشط، جروب سمعناه برشا، جروب عملنا عليه برشا جو. كولد بلاي مازالوا باش يونسونا في العشيه هذه، باش نخليكم مع الديو الكوبلي اللي عملوه مع شين سموكرز، something like that. I've been reading books of old.